السلام عليكم الخوت، معكم عبد السلام. برمي فيديو جديد. ما عرفت اخوتي علاش كندير هاد المقدمه الحامضه، ولكن الله ما عندي ما نقول. والله العظيم اخوتي ما عندي ما نقول، شي مقدمه ما بغاتش تخرج زي ما فمي. والله ما عندي ما نقول. شحال واحد كيقول لي بدل صاحبي بدل، ولكن خويا ما عندي ما نقول. كتبوا لي اخوتي مقدمات اللي نبقى نقولهم. واش هاد عشران كنقول غير واش هاد الخوت. المهم اخوتي الفيديو ديال اليوم تفرجوا فيه غيعجبكم، ديال شكون ديال السي نزار. المهم اخوتي كيف ديما اللي مازال ما مشترك كنزل داري اشترك، واللي مازال ما دار لايك ايدير لايك. خوتي اللايك ديالكم راه كيشجعوا عنا، واخا التفاعل طاح. المهم اخوتي ديروا اللايك، دير لايك قبل ما تبدا الفيديو، يلاه دير لايك. المهم اخوتي الفيديو ديال اليوم هو على من؟ على الاسطوره. شكون؟ نزار، نزار السبيطي بام بام ديال المغرب. خويا حسين وقفت عليك والله، مهرب من هاد الزمر عندي في الفيديو ديالي، وتواش دافع بغا يطلع الله يعطيني بوت. المهم سيدي تحيه لحسين، تحيه لك من هاد المنبر. المهم اخوتي كيف ديما شفتي في فيلم لقيت شي حاجه كانت مشي عنده. المهم اخوتي واحد الفيديو، داك الفيديو ديال الفيديو اللي فات اللي وريت لكم فيه نزار ونادا، تفرجوا فيه عاود تفرجوا فيه دابا. واحد اليومين غنديروا خطبه رسميه وغنصوروا، وغادي يطلع هو الاكادير. انا غنهبط للخميسات سيمانه، غنمشي نجيب الطلاق ديالي من المحكمه ونجمع ورقيه ديال العقد، وهو عاوتاني غيجمع وراقيه، ونتلاقاو في مراكش ان شاء الله نضربوا العقد ديالنا وغادي نديروا شي حفله. ماما خوتي ملي تفرجتو ماذا حس جات لدارهم ولا فين؟ ما عرفت بعدا هي شفتي في البيت. المهم نبداو الفيديو ديالنا. كنتسلت وكندخل عليه البيت كنلقى كيجبد سميتها، هادشي راه ربي شاهد على هذاك. كنقول واش انت كتمثل حيت انا كتجيني مكان. يا ولو نزار ما كيمثلش. نزار قال لك نيشان، يعني نيشان قال لك نزار ما كيمثلش. هاك قا باش نوضحوا الكلام ديالنا. ما كيقول لي عن طريق البوز، كيقول لي حتى الله ينعل شي بوز. انا كنعرف ولدي ما كيديهاش فلوس، راه فلوس وكيعرفش حسابها. نزار قال لك ما بغاش البوز، بغا نادا حسي، بغا نادا ما بغاش البوز. هادشي اللي قال لي هو، ما عرفنا واش الكذب. كيقول لي قلت انا قلت كيقول لي انا مسكين هذا هو طلع صاحبي حوايجك اصاحبي، فضحتينا قدام الكاميرا صاحبي، طلع صاحبي حوايجك عاد اجي. والناس اصاحبي كيستروا فيهم والله راس استرى صاحبي حوايجك عاد اجي. عجيب لا ما تخافش هكا ولدي. الدراري فرحوا بي وداوني فراسك ملي صونيتي ليا، جيت كنجري قلت لهم حبيبه ديالي كتسنى فيا غتمشي بحالها. شوفوا واحد الله عظيم شوفوا الناس كتفرج هنا، انت ما حشمتيش زعما صاحبي. راه ماشي تقولوا كيمثل ولا شحال، والله كيرحم لي كيمثل، ولكن راه بصح انا راه ملي نجلس معايا في القهوه هو حبيبه ديال القهوه ونيه. واحد الله العظيم هو راه يهضرني والله ما فيش حرام، راه والله العظيم شتي داك الفيديو اللي وريت لكم، كان هو في شي قالت لي ماني غادي للخميسات هو لمراكش ولا، وقال لك سمعت كتصور جا كيطير، قال لك لعندها. واش انت اقسم بالله يا خويا هاد المصيبه هذا ما كنحمش ليه مو خويا ما يستر. وجميع الافلام كملوا ديال سميتو ديال احساس الدنيا، الفيلم ديالهم كمل، وهذا خويا خونا هذا من قال لك بغا يدابز مع هذا بغيت نقول لكم شتي دابا والله العظيم هاد نظام اسطوره. اصفقوا لي على الرياد ولا المرة هذي قالت لك نزار أسطورة. سير الله ينعل لك الحياة انت وياه شمن أسطورة. وغا فاضح راسو صاحبي فهاد، والله إلا فاضح راسو هو غيعطي عبرة
الشباب لقاش الحب وليت انا كنشوفو مقارض ياك ولا لا؟ والله العظيم هو دابا غيعطي اسطوره للشباب اللي كيبغي شي وحده غيتحكم من اجل ديالو. والله الا بقى لها واحد الخلاف هنا في اكادير رجعت لمراكش بلا ما نعاود داك الفيلم يعني راه كلشي في خبره. كان عندي هدف بانني غنمشي لعند ديك اللحظه ملي كنت مشيت عند مراكش تبعت لمراكش ما قدرتش نصبر بلا ما نشوفها مع جات ولفتها. او ماي جاد نزار ولا كيولف اش هادشي نزار ولا كيولف او ماي جاد خويا كملكم الله خويا ما عندي ما نقول انايا والروج ولا اخويا هاد المصيبه هذا الله العظيم الا قلت لكم با في الفيديو ديالو تقول واش التفاعل بغا يطلع النهار اخويا شحال من ميكرو هاز تاد شفتي في الله الا مسالي بالروج في ما بين شي واحد تخيل معايا لا كنمشي عندك شنو قلت لي ان شاء الله ملي غنرجع لاكادير غادي نجيبها معايا ودابا نتوما كتشوفوا كلشي بعينكم راهي معايا واشنو قلت لكم هاد الفيلم هذا غادي يسالوا انا مزوج بها وحنا الحمد لله غادي غنتزوجوا. اذا بغيت نوضح لكم هو ان نزار كان متبع واحد الحلم واحد الهدف والله سبحانه وتعالى ما خيبوش بقيت حتى وصلت للهدف ديالي. سيد كيهضر هذيك التليفون ما فهمتش هذيك الغزات انا هذا زعما فهمي راسك راه قدام الكاميرا وقدام الناس وانت يلاه لبسالي اقسم بالله ما عمرني شفت شي واحد بحال هذا بالله العظيم هذيك الغزاتها بحال هذيك اللي كتجلس حدا الميديا وكتمغزيك امك هاي هاي هي هادي دابا وقال لك نزار حقق الحلم ديالو كل شيء على الحلم ديالو قال لك مشيت حتى جبتها شنو جبتي الله يلا جبتي خلي العيب الراس بالرجل شكرا يلا صليو على النبي صلاة سلام على رسول الله الرجل يا جيل سيدنا محمد سلام على رسول الله ويلي 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 على التصوير اخويا انا تاد شفتي في الله الا مسال يا قباب الله العلي العظيم عارفين ما بان شي مخلوق فضائي كما قلت لكم ذاك الكومونتير 2021 خرج الكائن الفضاء هو هذا المخلوق هذا ديما كيكون قضيه قدام المراه ولكن كيكون السبع قدام الراي العام انا قدام مراتي غنبقى ديما حاني راسي او ماي جاد وقع على النصيحه قال لك الراجل ما كيفرضش الرجوله ديالو على المراه كيكون قنيه قدام المراه انا دابا التسطيط طيب لو كفيه دابا العقل الراجل خصي يبان قنيه قدام المراه كيفاش اصاحبي واعطي البنادم شوف ربي خو ماشي العنف ولكن انت طيحتي من قيمتك صراحه الله الا طيح من قيمته نزار غيبقى ديما حاني راسو قدام مراتو مداوى هنايا فين شو خويا ديال دارنا هنايا اللي مداوى غتكون في الليل ياك صافي تشي نزار داو ماش معنا والله العظيم ملي وقفت انا بالله العلي العظيم مو من دوز واحد الفيديو ثاني شفتي في الله الا مسالي حبه كون شوف بغيت نحرق القصه فهمتيني خلي كل حاجه جايه في الطريق وشنو الرأي ديال الوالده ديالك في هذا الشيء واش راه جاب هذا الزواج هذا؟ اخرج الناس ديالك انا عرفت من الوالده ديالي هي ساخطه عليا حتى ما حقق خليت الصفانه ما رضيتش انا غنصوني عليها دابا غتسمعوا الصوت ديالها ما عنديش مشكل انايا بلاتي بلاتي باغدون موا سمحوا لي بلاتي نتمنى تجاوب الوالدة راه الحاجة اللي الحاجة اللي كنلقى فيها مصلحتي أنايا كتقول لي غير سير ولدي أنا راه راضي سير ولدي ألو الوالدة أنا شي نهار غيقول لك مقلع الراودة ولا قال لك الوالدة كترضى عليا جات هنايا أبي فيديو قالت لي سخطة عليك الله أش هو المصيبة هذا تمك سخطة عليك أصاحبي اش من الرباح هذا أصاحبي الله خويا انا ايه احبس برباج ولا والوالدة الصوت هذا راه تسمع في المباشر في راسك دابا انا راه مباشره مع جريده المملكه تونا هاد القضيه اللي قلتي راه تسمعات ماشي مشكل دابا الوالدة
اخويا في مل في اي صحافه شفتي في مملكه ولا جات الموسيقى انا اخويا حبس المهم المهم اخوتي غايكون الخير ديال الفيديو ديالنا كنتمنى يعجبكم خليو معايا لايك وكومونتير زوين وبارطاجيو الفيديو نوصلو شحال نوصلو 30 لايك 30 ماشي 30 الف لايك 30 لايك يلا